السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحلقة جديدة من برنامجكم، برنامج ملاعب بلدنا. ملاعب بلدنا بتختص بالأحداث الرياضية على الساحة. طبعا في هذه الفقرة بحب أرحب بضيفي الكريم الأستاذ محمد مجدي الصحفي بجريدة نادي الزمالك اليوم. أهلا وسهلا يا اهلا بيك أستاذ، الزهراء مبارك، وكل السادة منورنا المشاهدين. وأخبار نادي الزمالك كده. بنورك ان شاء الله. وفي الفقرة الثانية نجم التدريب والنجم الإداري الكابتن أشرف وفا إداري نادي الزرقاء، والكابتن إسماعيل صبري لاعب نادي المنصورة السابق. وفي الفقرة الثالثة فقرة مواهب على الطريق، ونجمين موهوبين اللاعب محمد إبراهيم خلف مواليد 99، واللاعب محمود إسماعيل صبري مواليد 2004. طبعا احداثنا كثيره، طبعا منها اتكلمنا بقى على الهواء، طبعا في احداث كثيره هنتناقش فيها على الهواء، طبعا هنقولها بس ايه بعد ما اخلص طبعا اخبار نادي الزمالك مع الاستاذ محمد مجدي، لانها فيها مفاجات كثيره وفيها تشويق ايضا. بالنسبه لنادي الزمالك استاذ محمد، ايه رايك في لقاء القمه وكان شكله ايه بالرغم انها جايه متاخره، ولكن الكلام برضو عن لقاء القمه السابق. والله بص اقول لحضرتك على حاجه. من الواضح ان كارتيرون كان محضر المباراه كويس، تمام، بذلك ان الجميع تفاجأ بالمستوى نادي الزمالك في اللقاء ده. كان النادي الاهلي عنده ثقه كبيره جدا ان هو داخل اللقاء بكون متصدر الدوري، فداخل عارف ان هو حتى كان في عايز يعوض الهزيمه بتاعه السوبر، ولكن كان الزمالك محضر كويس وكان محضر ومحترم النادي الاهلي كويس، عشان كده نزل وكان متفوق ببعض اللقاء. والنادي الاهلي ما لعبش وحش، بس عشان الناس كانت جايه على الاهلي كتير بعد المباراه، لا الاهلي لعب وضيع بس نادي الزمالك كان محضر افضل، طب لعبته برضو كانت زي ما فايقه. بيتكلموا عن فوز الزمالك بيتكلموا عن هزيمه الزمالك ايضا من نادي المقاولون العرب، وخسارات بهدفين مقابل هدف، وبرغم النقص العددي اللي كان متواجد لفريق نادي المقاولون العرب. بص نادي الزمالك او فريق الزمالك عامه على مر التاريخ في عيب، تمام، تمام، لو فايق نادي الزمالك ايا كان الفرقه اللي بيلعبها بتشوف اجمل كوره واحلى كوره واداء ونتيجه وفوز. تمام، لو مش فايق حتى لو بيلعب ناقص الفريق اللي امامه بيلعب ناقص 8 مش هتشوف حاجه، تمام. وبعدين زي انا عجبني قوي مستر فايلر لما اتكلم في المؤتمر الصحفي الاخير، قال لك لو الناس بتقيم كره القدم بانها فوز على طول، فمن اللي يكون الافضل ان هم يلعبوا بلاي ستيشن او يتفرجوا على بلاي ستيشن، تمام. عجبني التصريح ده قوي، تمام. يعني نادي الزمالك كسب الاهلي، نشوه الفوز خليته يخسر من المقاولين، كل مباراه وليه ظروفها، المقاولون بعديها خسر، تمام، خسر. بالظبط. فهي مش هن... مفيش مكسب على طول ولا في خساره على طول، ولا بيبقى في يعني طب مباراة برضه في نقطة كويسة ودي مهمة جدا، طبعا معظم الأندية في الدوري الممتاز طبعا الدفع بالناشئين، دي حاجة كويسة جدا. الزمالك بدأ بالدفع بالناشئين وفي أسماء ظهرت وثبتت وجودها إلى حد ما، إيه رأيك في هذه؟ ثبت وجودها في نادي الزمالك. ليه بقى؟ أقول لحضرتك على حاجة، عندنا رئيس نادي حاطط خطة، تمام، ومستقبل. انا انت طبعا راجل اللي عندك خبره كبيره في قطاع الناشئين، تمام، لو انت موفر الرعايه كويسه لقطاع الناشئين، موفر لهم فنادق محترمه، موفر لهم معيشه محترمه، موفر لهم لبس محترم، موفر لهم عقود محترمه، فلازم تكون دي النتيجه، لازم يطلع لك اسامه فيصل وحسام اشرف وتاني وتاني وتاني، فاهمني؟ طالما انت موفر ده، بدليل ان بعد ظهور اسامه فيصل على الساحه بدا النادي الاهلي يتعاقد مع مدير فني اجنبي ليتولى قطاع الناشئين، بدا الانديه الاخرى تبص لقطاع الناشئين بتاعها. دلوقتي انت بتتكلم في مصطفى محمد، نادي الزمالك عرضه ب 10 مليون يورو، تمام، وده طالع من قطاع الناشئين، تمام. كلف النادي حاجه؟ لا. انا بس عايز ايه يعني سنه ايه يعني ان لو انا عايز استفيد من قطاع الناشئين، انا اللاعب عندي ظهر، لو هو ملوش مكان عندي ما ركنهوش جنبي، ممكن اطلعه اعاره موسم ياخد يزداد خبره زي ما عملنا مع مصطفى محمد كده، يرجع لي تاني فايق يطالب فيه 10 مليون دولار و5 مليون دولار وكلام ده. فهو استثمار في الاول. ليه بقى؟ عشان انت حضرتك كنت عامل لهم رعايه كويسه برضه حاجه مميزه ومهتم وحاجه جيده. بيهم. طيب وجهة نظرك من سيرحل من الفريق الأول بنادي الزمالك؟ قائمة الراحلين المتوقعون،
لا مش والمتوقعين. متوقعون، انا عندي معلومه عن الراحلين عن نادي الزمالك، تمام الاكيد. حتى لو هو نادي الزمالك مش هيعلن دلوقتي، بس انا عارف. تمام. كاسونجو وعمر السعيد بيع، محمد عنتر اعاره، بامبو اعاره، محمد عبد السلام اعاره، اسلام جابر اعاره، محمد صبحي حارس المرمى اعاره، واحمد عيد الباك اليمين. ده اكيد ده تمام. انا بديك الاسماء اللي انا متأكد طيب منها. معانا الكابتن عمرو رمضان، لاعب المنتخب العسكري المصري ولاعب نادي غزل المحله السابق والمدير الفني الحالي لفريق الشباب بنادي غزل المحله. اهلا وسهلا كابتن عمرو. كابتن احمد مسا عليك ومسا على محمد اهلا بك. ومنورين الشاشه ونورين المطلق كده ورد على الشاشه يا كابتن احمد. طمنا كده، اولا بنبارك لك على الهواء بطبعا اختيارك كمدير فني لفريق الشباب مواليد 99 بنادي غزل المحله، وهذه المرحله هي الاهم في قطاعات الناشئين. الحمد لله كابتن، كان ده كرم من ربنا ان احنا كنا موجودين الموسم اللي فات تحت قياده الكابتن عمر عبد الله، وطبعا هو اختار لعيبه او مدربين كانوا كبادل النادي وكانوا لعيبه مؤثرين في النادي ويعرفوا قيمه غزل المحله، وزي ما بيقولوا في الكوره يعني خدوا ولعبوا واتمرمطوا باسم غزل المحله. الحمد لله عملنا موسم في القطاع الموسم اللي فات، يمكن انت كنت بتتابع عن قرب النتائج اللي كان موجوده، الفرق كلها اكثرها خدت بطولات المنطقه وصعدت للقطاعات. شرفتونا في الحمد لله. اسكندريه بالمناسبه يعني في مباراه القطاعات مع نادي المصنع الحربي نادي غزل المحله، وطبعا اثنينا على هذا الفريق اللي انت كنت ماسكه تقريبا كان 2001 او 2002 2002 2002 تمام. طب ايه رايك بقى الاختلاف الجوهري ما بين ال 2002 وال 99؟ والله مفيش اختلاف، يمكن التشكيل الموسم ده كان تحت قياده الكابتن محمد جنيدي، طبعا مدير فني غزل المحله سابق وراجل عنده من الكفاءه، بعد طبعا ما شكرنا الكابتن عمر عبد الله. كابتن عمر طبعا من الشخصيات المحترمه ومن الناس الاكفاء. تمام. اسمه تاريخ كبير، وطبعا احنا خدنا الثقه كمدربين تحت اسمه. الموسم ده كان التشكيل وجود الكابتن محمد جنيدي، ويمكن حب يعمل بعض التغييرات في الفرق بحيث ان كان 99 كان فيه يعني يمكن الموسم اللي فات كان فيه لخبطه شويه في الفرقه. ف يعني يمكن اتكلمنا، هو اتكلم معايا كشخصي ان انا ممكن اكون موجود 99، لان الفرقه ممكن ان شاء الله بعد فتره المحل انها ممكن تلعب جمهوريه. ان شاء الله باذن الله كابتن عمرو كده تتالق مع هذا الفريق الجيد، وان شاء الله باذن الله نسمع النتائج طيبه باذن الله. شكرا جزيلا كابتن عمرو رمضان، لاعب نادي غزل المحله السابق والمدير الفني الحالي لمواليد 99 بنادي غزل المحله. استاذ محمد، بالنسبه رايك في وجود الفار ده، كشف بلاوي كشف بلاوي 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 في الملعب ولا بلاوي خارج الملعب؟ كده وكده تمام. انت بتتفرجت شفت كل الماتش بتطلع كام خطأ للحكم، يعني ضربات الجزاء اللي بتحسب الفار بيلغيها، وضربات الجزاء اللي لم تحسب الفار بيأيدها. انت شفت الكارثة، كل ماتش لازم تلاقي ضربتين جزاء غلط. لسه في البداية، فاحنا ممكن مثلا الناس لسه بتتعلم ولا ايه؟ الناس خايفة من الفار. لسه برضه الحكام خايفة من الفار. طيب بس هي حاجة كويسة وخطوة كويسة من اللجنة الخماسية، هو المفروض كانت تطبق من أول الموسم. لو كانت طبقت من أول الموسم كان الدوري شكل تاني. تمام. بس دلوقتي هنقول يعني كويس انها اتطبقت في مصر وبقت ماشيه تمام، والحكام بتاعنا بيبداوا يعني ياخدوا عليها والكلام ده، بس للاسف لسه عندنا كواليتي حكام مش تمام. على اعلى مستوى. طيب ايه رايك برحيل رمضان صبحي من النادي الاهلي؟ هو مش بتاع النادي الاهلي. مش ايه؟ مش بتاع النادي الاهلي اصلا. هو بتاع هيدرسفيلد تمام، ومش ملك النادي الاهلي. بس ابن من كون بقى ان النادي الاهلي او مجلس اداره الاهلي يصدر للسوشيال ميديا ان اللاعب خاين، فده حسب عليه النادي الاهلي ومجلس ادارته. تمام. بس برضه هو صبحي ابن من ابناء النادي الاهلي. اهلا وسهلا. ولكن الاحتراف طبعا ما فيش وارد دلوقتي في جميع الانديه. انت حضرتك عارف ما فيش دلوقتي الكلام ده، فاهمني؟ حضرتك دلوقتي عقدي كام؟ يعني مع احترامي لحضرتك، ما احنا في ظل الاحتراف دلوقتي، في ظل في كل حاجة مش كرة القدم بس. هو انت دلوقتي مثلا معلش لما تيجي مثلا بتديني اجري مثلا كذا، وجي في لقيت الضعف في قناة تانية مش هروح؟ اكيد طبعا. فاهمني؟ انا بكلمك بصراحة. طيب من سيعوض غياب طارق حامد في لقاء بيراميدز؟ بامر الله احمد سيد زيزو او محمد عبد الغني. هو دلوقتي مستر كرتون، حتى في التدريبات امس كان بيشاور يعني بيشوف جرب محمد عبد الغني ومحمد عبد الغني وجرب احمد سيد زيزو.
لا هو باكي بيلعب سيرت باك طبعا، وبيلعب اثناء ممكن يستخدمه لانه كورته هاديه وبيقدر يحرك الكوره ويحرك، بس انا الافضل احمد سيد زيزو يعني، طيب ما فيش عشان اخد نجم قصاده. تمام. بالنسبه بقى لاداره الكوره داخل نادي الزمالك، ماشيه لاول مره من سنين انا ابقى مطمن وجمهور الزمالك كله مطمن على بان يتولى المشرف على الكوره داخل نادي الزمالك واحد زي امير مرتضى منصور. تمام. بصراحه شكل يعني غير شكل نادي الزمالك لمده 5 سنين قادمه. تمام. نادي الزمالك دلوقتي بقى يستحوذ على اعلى كواليتي لعيبه في افريقيا. تمام. بقى عنده خطه مستقبليه اللي هو انا دلوقتي عندي مثلا مركزين ناقصين في الفريق، ما اقعدش استنى عليهم وادعم واجيب ايه، لا بقيت اجيب على قد اللاعبين. تمام. عندي دلوقتي انا 5 صفقات تمام، انا محتاج مين؟ انا محتاج مساك، ومحتاج باك رايت، ومحتاج باك ليفت، ومحتاج ديفندر، ومحتاج مهاجم. تمام. لا دي جبنا بقى زياده عليهم بقى هقف شمال. تمام. وهقول لك على العشر اسماء اللي هيبقى منهم الخمسه، منهم ما بين وقعوا نادي الزمالك وما بينهم بين ابدى رغبه. تمام. خصوصا ان في نادي تاني في مصر بيفاوضهم، بس هم ابدى رغبه لنادي الزمالك. تمام. بس خلينا نتفق ان نادي الزمالك دلوقتي اداره الكوره فيه بقى ليها شكل وليها طعم. تمام. بقيت تحس ان انت بتتعامل مع مؤسسه عريقه. ده كله بايه؟ لان في واحد محترم اسمه امير مرتضى منصور متولي هذا المنصب، وطبعا بواجه تعليمات من رئيس نادي الزمالك مستشار مرتضى منصور. بس بصراحه امير قفل على الفرقه بقى، حتى لو في مشكله ما بين اللاعبين والكلام ده وهتتصدر لمجلس الاداره، بيوصل المعلومه يعني ايه، لو المشكله كبيره بيستصغر عنده قوي لحد ما يوصلها صغيره قوي لمجلس الاداره، يعني ودي ميزه كبيره جدا. بيحل المشاكل بطريقه بصراحة وسطيه وبيدفع. وانا عايز اقول لك على حاجه، انه ساعات بيدفع مستحقات من جيبه. تمام. تمام. وبعد كده بياخدها، ده لا ما فيش مشاكل فيه. طيب بلغنا غير ما فيش اي صفقات كواليس؟ بص انا هقول لك على 10 اسماء عشان الناس كانت مستنيه النهارده موضوع الصفقات. تمام. ايوه صراحه، حتى عشان انا اعلنت على صفحتي قلت ان في صفقات، انا هقول لكم انا اللي هقدر اقوله عشان حتى ما اخونش العهد. تمام. هقول على 10 اسماء، انا بقول لكم 5 منهم في نادي الزمالك. تمام. تمام. في بقى في تبادل هيحصل ما بين الزمالك والترجي وبيراميدز. هي الناس فاهمك الدايره دي. طب نسمعوا كده ال10 طيب. اسماء. اري بابل، حمد الهوني من الترجي. تمام. حمد المسلوسي من الصفاقسي، وده بيتدرب منفردا دلوقتي، ده خلاص بشكل نهائي. واري بابل اعلن على صفحته ان هو انضم لنادي الزمالك، بس هناك في صفقه تبادليه ما بين الزمالك والترجي، ان هم الزمالك دلوقتي يملك عقد اري بابل فعايز يديه للترجي، والزمالك عايز ياخد حمد الهوني. تمام. طبعا جناح محترم جدا، وقاري باب الجناح محترم جدا، سريع وقوي. تمام. في مصر دونجا، رجب بكار، عبد الله بكري، باهر المحمدي، رمضان صبحي. رمضان صبحي. تمام. تمام. في 3 اسماء من دول وقعوا نادي الزمالك. انيس البدري امس كان الكلام عليه امس، وايوب الكعبي. تمام. الزمالك بيفكر ان هو لو هيخرج مصطفى محمد فانا مش محتاج جناح، انا محتاج مهاجم. بالاضافه لمين؟ لاسامه فيصل هيبقى معاه. بس عايز طبعا لو بيتكلم على في كل الدايره اللي احنا قلناها دي، مهاجم ما فيش غير ايوب الكعبي. تمام. راجل هداف، لاعب مغربي محترم، كان في الدوري الصيني، لغى خلاص التعاقد مع. احنا عايزين حاجه كويسه كده تليق بنادي الزمالك. لا لا طبعا محترم. عايزين حاجه كويسه كده ان شاء الله. بس انا بقول لك ان 3 المصريين اللي جايين تقال ان شاء الله، تقالوا في 3 مراكز مختلفه. طبعا لا ننسى طبعا هذا التحذير، مش عايزين نقول تحذير، الاتحاد العربي للاكاديميات علامه استفهام في الملاعب المصريه. الاتحاد العربي للاكاديميات تجمعات في بعض المحافظات المصريه باسم الاتحاد العربي للأكاديميات لاختيار المنتخبات الوطنية للاتحاد العربي واختيار بعض البراعم والناشئين لعمل دوري أكاديميات الاتحاد العربي. الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن عدم مسؤوليته عن هذه المهاترات، بالرغم وجود أسماء رنانة في كرة القدم ومسؤولين في مجال كرة القدم. طبعا تم فتح باب التحقيق في الشؤون القانونية بالاتحاد المصري لكرة القدم في شأن هذا الموضوع. للأسف الشديد الاتحاد المصري لا يعلم شيء
طيب انت اتحاد عربي وجاي تكون منتخبات داخل مصر، في اتحاد وطني او اتحاد اهلي موجود، هذا الاتحاد الوطني على التعبير ابعت له اختار اللي احنا جايين نشتغل او جايين نمارس مهام عملنا، لكن طبعا ما فيش اذن من الاتحاد المصري لكرة القدم. بدأ بالفعل الانتشار في محافظات الجمهورية بمسمى الاتحاد العربي للأكاديميات. طبعا تم فتح تحقيق لبعض الأفراد، وطبعا لتوجيه رسالة تحذيرية للمسؤولين عن الاتحاد العربي للأكاديميات. انت جاي مصر بدون اختار الاتحاد المصري وتعمل فيه منتخبات وطنية ولا منتخبات، حتى لو أكاديميات، في منظومة محترمة تتمثل في الاتحاد المصري لكرة القدم ومدير تنفيذها الدكتور محمود سعد، للأسف الشديد لازم أنا أخاطب الاتحاد المصري، لكن الهوجة ما ينفعش، دي تسمى هيصة. وبالرغم من إعلان هذه الدعوة لبعض الشخصيات المرموقة الرنانة في مجال كرة القدم ولاعبين سابقين، ولكن علامة استفهام للاتحاد العربي للأكاديميات. للأسف الشديد يا ريت ما ننسقش وراء هذه إلا بعد مصدر مسؤول من الاتحاد المصري لكرة القدم يقرر إن في فعلا وجود للاتحاد العربي للأكاديميات، لكن أنت جاي وبتلف البلدان وبتيجي مصر من غير ما الاتحاد المصري لكرة القدم، الاتحاد المصري لكرة القدم لا يمت بأي صلة عن تلك الأحداث وتلك المسميات بالاتحاد العربي لدوري الأكاديميات. بالرغم أن طبعا ظهر على السوشيال ميديا بعض الأشخاص المسؤولين والأسماء مدربين، وبرضه الاتحاد المصري أكد مسؤول من الاتحاد المصري لكرة القدم بنكرر أن طبعا ما فيش الكلام ده تمام، ولا يمت بأي صلة من قريب أو من بعيد للاتحاد المصري لكرة القدم. وتم تحويل هذه المسألة وهذا الموضوع للشؤون القانونية بالاتحاد المصري لكرة القدم. طبعا برضو شركة W3 اختبارات تروح تشحن كارت شحن ب60 جنيه ولا 80 جنيه فوري ولا امان علشان سيتم اختبارك. طب بعد سيتم اختبارك هنوديك تحترف بره. برضو الاتحاد المصري لكرة القدم لا يمت بأي صلة من قريب أو من بعيد بهذه المجريات، بالرغم وجود لاعبين في المنتخبات المصرية السابقة موجودين بالفعل مع هذه الشركات، ولكن الاتحاد المصري لكرة القدم لا يمت بأي صلة من قريب أو من بعيد، وسيتم فتح باب تحقيق لتلك المهاترات. كابتن محمد، عايز توجه في ختام هذه الفقرة رسالة لشخص معين أو لأحد معين؟ بقول للمصريين في مصر ارحموا النادي المصري، وبقول لمجلس إدارة الإسماعيلي حرام عليكم جمهور الإسماعيلي، وبقول لجمهور النادي الزمالك ما تقلقش، في خطة مستقبلية معمولة للفريق. تمام. الزمالك مش هيقع تاني، الزمالك ماشي مقفول، راجل قفل على الدنيا كلها، موفر عوامل النجاح كلها لمستر كارتيرون، صفقات بتيجي في هدوء، تعاقدات بتتم تجديدها في هدوء، محدش بيسمع اي حاجه، مفيش حد في مصر يعرف الخمس صفقات اللي وقعوا نادي الزمالك. تمام. كله عمال يخمن وكله عمال يجتهد، واجتهادات صعبه عن صحفيه، وما في بس ما فيش الكلام ده، محدش يعلم ولا عنده معلومه للاعب وقع فعلي لنادي الزمالك. تمام. عشان ده كله نجاح لمين؟ لامير. تمام. بصراحه هي دي صفقة القرن الحقيقة نادي الزمالك، أمير مرتضى منصور والله. طبعا في ختام هذه الفقرة بحب أشكر ضيفي الكريم الأستاذ محمد مجدي الصحفي بجريد نادي الزمالك اليوم، شكرا جزيلا كابتن محمد. شكرا لكم. هنطلع لفاصل ونستقبل ضيوفنا الكرام، الكابتن إسماعيل صبري لاعب نادي المنصورة السابق، والكابتن أشرف وفا إداري بنادي الزرع الرياضي.